الريحه ما نعاودش لكم على الريحه يا البنات، الريحه يا سلام الريحه. هانتوما السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله. بعدا قبل ما نبدا الفيديو، اللي كيشوفني لاول مره ما عليه غير يتابونا في لاشين ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد ديالي. اليوم ان شاء الله اخوتي خواتاتي غادي تشوفوا معايا واحد التبريمه واعره واعره، ملي نقول واعره يعني خطيره، ديال العرايسات وممكن حتى انت الا ما كنتيش عروسه والله يسهل عليك ان شاء الله تزوجي ديريها ان شاء الله. كنتي مجوجه ولا ما مجوجاش، المهم ديريها التبريمه فوق ما تمشي للحمام، واعره كتبيض لك اللون ديال اللحم ديالك، كتوحدو كتخرج لك الوسخات ديال هذه شحال انت غادي تحشمي بعدا في الحمام، غتحشمي غتبقاي تقولي ويلي 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 هاد الوسخات كاملين خرجوا مني، اش هادشي بحال عمرني ما حكيت. المهم البنات تبريمه واعره توب دو توب خطيره. اختكم فاطمه الزهراء دائما كتجيب لكم الجديد وكتجيب لكم شي حاجات اللي مجربين صراحه كنديرهم انا واختي وماما وهذا. ما نقدرش نحط لكم شي حاجه اللي ما غاديش تجي معاكم غير. وكان هاد التبريمه البنات ديال اللحم ما تقيسيهاش لوجهك، راه كنهضر وكنقول شنو وكنعرف اشنو كنقول. تبريمه من العنق لتحت، من عنقك حتى لرجلك لتحت، اما الوجه ما تقيسيش لان فيها الحنه والحنه فيها العشوب، فهمتي؟ فيستحسن انك ما ديريهاش لوجهك، انا كنقولها لك قبل حتى ما نبدا بلا ما نطول عليكم حيت انا عارفاكم ما كتبغيوش تطوال. بالنسبه للتبريمه ديالي ديال هذا النهار، المكونات ديالها واعرين وفيها واحد المكون يا البنات خطير 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 كيبيض من داك الشر فيه. اول حاجه عندي هي الحنه. علاش شوفوني كنهضر بحال هكا؟ لان فغيمو هاد التبريمه يستاهل انني نديرها ونعاود نديرها ونعاود نحطها لكم في القناه مليون الف مره، حيتاش غزاله غزاله كتخرج لك الوسخ وكتوحد لك اللون. لا عندك مثلا اللون في ظهرك هكايا ما زوينش وهذا، اولا في لحمك كامل فك الطبايع، هاد التبريمه كل مره فيما تبغي تمشي للحمام ديريها، فيما تبغي تمشي للحمام ديريها، غير دخلي تعمري السطيلات ديالك ديال الحمام ايوا ديري هاد التبريمه هادي وتزيدي عليها واحد الحاجه راه ما حطاهاش اللي هي الصابون البلدي، هذيك راه ضروري غادي تزيديها في مع هاد التبريمه. اصلا انت التبريمه تخلطيها في الدار وديها في حكيك حتى للحمام وديريها، ملي غادي تحليها غادي تزيدي عليها الصابون البلدي. انا ما عنديش راه ما حطاهاش هنايا. العرايسات الا كنتي مقبله على الزواج، هاد التبريمه ما خصكش تفرطي فيها قبل حتى ما يوصل العرس ديالك، ديريها اختي. مهم عندي هنا الحنه، والحنه مخلطه مع العشوب ديال اللحم. غتمشي عند العطار تقول لي عطيني الحنه اللي مخلطين مع العشوب ديال اللحم، راه كتكون ريحتها واعره. ها هي انا غادي نخلطها واحد الكميه قليله غير باش نوريكم. اما ملي تكوني غادا للحمام راه طبيعي انك غادي ديري واحد مولاتي هادي، تكون واحد الطاسه تكون نيت عامره كبيره باش ديري وتعطي لهذيك السيده ولا دوك جوج عيالات اللي يكونوا لا يكونوا حداك، حيت زوينه والريحه ديالها فنه. المهم الحنه بالعشوب. شنو عندنا؟ عندنا النشا. النشا هو دقيق الذره اولا مايزينا، ياك عندي البنات نيدو حليب غبره نيدو، ها هو انا مورياكم بكميه قليله، انت اللي غادي تكثري. غديري جوج معالق ديال النيدو وجوج معالق ديال النشا. الحنه تقريبا غديري واحد ربع كاس بحال هكاك، لان الحنه راهي عارفينها كتزال. عندي هنا فرماجه اولا الجبن، جبنه للدهن، جبن مثلث كما كتشوفوا. عندي القهوه ماشي سريعه الذوبان وانما هذيك اللي كنطبخوا، ويستحسن انك ديري التفل ديال القهوه. شنو هو التفل ديال القهوه البنات؟ هو ديك القهوه اللي كتكون معصره، التفل ديالها اللي كيبقى من بعد هذاك غزال صراحه فن. راه كانت عندي واحد الطاسه قدو قداش سالات فيني تو تيرميني تو ساليت ما بقاتش خصني صراحه نعاود نقاد. اخر حاجه البنات اللي هي المكون اللي قلت لكم خطير صراحه واعر واعر كيبيض، هو الماء ديال البطاطا. الماء ديال البطاطا ما تخلطيش بالماء عادي، خلطي بالماء ديال البطاطا. غتاخدي بطاطا تنقيها من القشيرات ديالها، تغسليها بطبيعه الحال مزيان، تحكيها وتعصري الماء ديالها، الماء ديال البطاطا. شنو غادي ناخد؟ غناخد زليفه بحال هكا، غندير الحنه
غادي ندير كاع المكونات ديالي. الريحه ما نعاودش لكم على الريحه، خطيره الريحه ديالها، خطيره. النواشف ها هما، انا دايره كميه قليله وغادي نديرها دابا. انا ما غاديش نضيعها، ما نكذبش عليكم، غنديرها ليديا وغندير الرجليه، ندخل الحمام ندير الرجليه ونجلس في شي كريسي تما كاينه. ماشي ضروري انني يعني حتى نبغي نمشي للحمام، حيت دايره كميه قليله ما نضيعهاش، ندير الرجليه ويديا حتى لهنايا ونجلس مع راساتي. شنو غادي ندير؟ ناخذ فرماج هكا. بالنسبه للفرماج كيقولوا لي حكا الفرماج راه خايب وهذا، الا عندك البشره حساسه كنهضر على الوجه، اما اللحم راه ما عندها ما دير لك. فرماجه وناكلوا منها شويه بطبيعه الحال، حيت انا فدوش عليا تنحمق بعد المرات. المهم غادي نخلط بالماء ديال البطاطا، غادي نخلط مزيان مزيان. الماء ديال البطاطا البنات كنأكد عليه واعر، اللحم والوجه تخلطي به الوصفات ديال 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 سميتو ديال الوجه. هاد التبريمه هادي البنات راه قلتها لكم في اول الفيديو، راه انا ما نكذبش عليكم نديرها، سمحوا لي راه نديرها حتى 100000 مره في القناه، حيتاش انا اللي عارفه، انا اللي عارفه صراحه النتيجه ديالها، النتيجه غزاله. واصلا كاع التبريمات اللي كندير لي اول مره كيشوفني دابا، كاع التبريمات اللي كندير صراحه في القناه، ها كاع التبريمات اللي كندير في القناه كيجربوهم الناس وكيقولوا كيقولوا لي راه واعرين تيجيو معاهم. الله الله على الريحه، ها نتوما غنزيد نخففها بطبيعه الحال، ما نخليوهاش حنا مالنا، غادي نحنيو رجلينا غادي تخفيها، غادي تخفيها بطبيعه الحال. كما قلت لك تزيدي الصابون البلدي، ملي غادي ديها في طويصه الحمام راه غتزيدي الصابون البلدي معاها صافي، وكتخليها في اللحم ديالك، من بعد كتشلي منها ايوا وكتعطيها للحكام. شوفي الوسخات، شوفي الوسخات اللي غادا تخرج منك. عندي واحد التبريمه عاوتاني وحده اخرى البنات، الا بغيتوني نحطها لكم ما نعاودش لكم، ما نعاودش لكم على الوسخ الوسخ الوسخ، عرفتي شنو الوسخ؟ ما عرفتش كيفاش غادي نقولها لكم، كتحيد الوسخ بواحد الدرجه خطيره، حيت فيها واحد المكون ما كاينش في هذا الشيء دابا اللي حطيت، واحد المكون خطير كيبيض وكيحيد صراحه، سمحوا لي على هذا الصداع، كيحيد صراحه الوسخ كما كتشوفوا. ايوا دابا شنو غادي نديرو؟ نرجعو الشعيرات اللور واو، غادي نطليو. انا تنحمق على هذا الشيء، هانتوما برمولي وماشي ديريها وصافي وتجلسي، لا بقيت ماصيل اللحم ديالك، ماصيل اللحم ديالك. الريحه واعره، ماصيل اللحم ديالك مزيان. هانتوما بحال دابا هي هاد البلايص هادو البنات كيكونوا فواحد اللون ما زوين الصراحه، حاولي يدك تماصيهم مزيان بحال هكا. هانتوما اختكم تقولها جالسه في الحمام، والله تحسيت براسي جالسه في الحمام، واخا توحشت الحمام ديال الزنقه، زوين صراحه والله العظيم. عنده واحد النغمه سبيسيال. هانتوما الريحه ما نعاودش لكم على الريحه يا البنات، الريحه يا سلام الريحه. هانتوما الريحه واعره كتشق الراس والله. كنأكد ملي تمشيو عند العطار عندك وتقولوا لي عطينا الحنه ديال الشعر، اولا الحنه اللي فيها العشوب ديال الشعر، لا الحنه اللي فيها العشوب ديال اللحم صافي، كتوحد اللون ديال البشره. نتوما عارفين الحنه كتخلي ديك وتنقهوه كتقومي، يعني تقومي لك اللحم ديالك، الحنه البنات راه كتخلي لك ديك الرويحه وكتخلي لك واحد اللون زوين في ديداتك ورجيلاتك، كتوحد اللون فنه صافي. انا غادي نمشي ما نكذبش عليكم، غنمشي للحمام هنايا عندنا في الدار طواليط حشاكم،
وغادي نطلي هادشي اللي بقى ليا في رجيلاتي حتى للركبه، ايوا نجلس شي شويه تا نغسل منها ونعاود نرجع معاكم. يلا نخليكم معايا، انا رجعت معاكم. شوفوا ها، شوفوا يديا والريحه والرطوبيه، ما نعاودش لكم على الريحه والرطوبيه. يا سلام، انا ما نكذبش عليكم البنات، باش نكون معاكم صريحه، انا الوصفه الطبيعيه كنحمق عليهم، كنحمق عليهم حيت فريمون عندهم نتيجه، يعني الا داومتي الحاجه، الا داومتيها راه كتكون عليها نتيجه والله العظيم. ها انتم المهم البنات، كنتمنى ان هاد لا فيديو يعجبكم. العرايسات يعني اللي مقبلات على الزواج، ديروا هاد التبريمه وردوا على اختكم فاطمه الزهراء الخبر، وكذلك نتوما البنات، ماشي غير حيت انت ماشي عروسه وهادي دابا تولي عروسه ان شاء الله، ولكن خصك تهلاي في راسك، يعني في هاد البيريود اللي انت مازال يعني ما تزوجتي ما حتى شي حاجه، وتا اختك فاطمه الزهراء راه بحالك، خاصنا نتهلاو في ريوسنا باش ان شاء الله دائما نكونوا نوارات، والانوثه راه هي سر جمال المراه. حبس لي الفيديو. مهم بنات، كما قلت لك، البنت السر ديالها هو الجمال ديالها، خصك ضروري تكوني انثى بمعنى الكلمه، دائما دوري ليا بالحاله ديالك، ما تهمليش ليا راسك، سمعتي؟ لو بغيتيني ندير لك شي فيديو فيه غير النصائح وهذا خليها ليا في لي كومونتير، واللي بغات اي تساؤل لي كومونتير، وما تنساوش تجمجموا ليا الفيديو. ها اللايكات ديالكم، وبطبيعه الحال حتى الا ما عجبكمش الفيديو ديزلايك، ما عنديش المشكل، ما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف كيف ما حتى نتوما كتبغيوني، وان شاء الله غتقدم لكم كاع الوصفات ديالي. تهلاو في ريوسكم، السلام عليكم.